السلام عليكم. حنا من الشركه ديال عين الحسن سونتيكيس. حنايا تقريبا من رمضان حنا خدامين، من رمضان حنا ما وقفناش، كنخدموا 8 سوايع ديالنا قانونيا و 8 سوايع حنا خدامين. ما شاء الله السلعه كتدخل، البرودكسيون كيخرج، الانتاج كيخرج، الشركه طالعه هي الاولى الحمد لله. حتى اللي شاف ديالنا كيقولوا تبارك الله عليكم كتخدموا. دابا ملي جينا هذا النهار قالوا لنا سيروا بحالاتكم، ما كايناش يسيروا كرسو تنعيطوا لكم، يعني ماشي كونجي. قلنا لها واش قالت لك شو واش تكنيك؟ قلنا لها شو واش تكنيك خصكم ديكلاريو قبل، ماشي دابا غديكلاريو، خصكم تعلموا من دوب الاجراء، تفاهموا مع المسؤولين. هما بالتصريح بالسكرتيره اللي قالت هي مع هي عبد المأمور، يعني هي سكرتيره عبد المأمور هي اللي قالوا لها، قالوا لها قالوا لها عيطي للسيد يجي يهضر معنا، قالت لك هو في الانجليز. دابا السيد ما بقاش في الانجليز، هو واجه، المهم ماشي مشكل. انا كنطالب بالحق ديالي، كان انا مربات اسره كنخدم على ولدي الذكرى، الموت والمصاريف مشاكل، مالي الدار داير لي خصهم يخرجوني من الدار. جيتو مسيره شريفه من المعمل حتى لهنا، علاش جيتو؟ اجينا على خويا على رجلنا، قلنا لها عيط لنا المسؤول باش نهضروا معاه، عيط لنا المسؤول، قالت لها هو في الانجليز. دابا ملي قلنا لها عطينا حقنا قالت لها مشيو بحالكم، ما تصوروا مني حتى شي حاجه. دابا حتى هو جا بدا كيهضر معانا، قلنا علاش ما عيطتوليش؟ قلنا له حنا عيطنا للمندوب الاجراء والسكرتيره، قالت لنا انت في الانجليز، جينا ضربنا واحد المسافه، الناس فيهم السكر، الناس مراضين، الناس عندهم النفسيه تعبانه، خويا ما كنجلسوش من رمضان وحنا خدامين، الكونجي ما كيعطيهناش. دابا انا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، يعني الدولة مدعماته، الله ينصر سيدنا، سيدنا مدعمات هاد نسى الديوانة، حنا نسى الديوانة. إذا حنا نسى الديوانة الملك عطانا حقنا في هاد الشركة. فهمتي هادشي ملي كنقولوا الملك دعمكم كتعطيونا حقوقنا، عطيونا حقنا هي المنضه ديالنا والكونجي ديالنا. راحوا قرانيه تكرفس كنعاني، انا كنخرج من الدار 3 ونص الصباح، والله الا خويا 3 ونص الصباح كنخرج، ما بقاو لا عائله لا صحاب اللي غيوقف معاك، واخا كتهضر مع شي واحد كيقول لك انت خدام انت خدام. دابا شو ماشي بهاد المسافه، ما واكلين ما شاربين، الاهانات ماشي منه هو، من داخل نطاق الشركه الاهانات الحقرانيه بزاف. اخويا كناكلوا الماكله بارده ما كاينش تسخينات، انا كنطالب بحقي حقي الشخصي، انا خصني رزقي، هادشي اللي خصني اخويا مع الناس. الله يرحم الوالدين. والله كنا جايين للخدمه، جينا نخدمه تفاجئنا بلا غنجلسوا 15 يوم ما نتخلصوش فيها، قلنا لهم لا حنا خصنا نتخلصوا خصنا نخدموا، صافي هادشي علاش خرجنا. جيتوا على رجلكم المعمل اللي كنتوا ماشيين؟ جينا على رجلينا مني جينا. صافي كنا ماشيين العماله باش نهضروا على هادشي، حيت خصنا نتخلصوا خصنا نخدموا خصنا نتخلصوا. شنو قال لكم؟ ما نعرف فين وصل معاهم، قال لهم حق الله غتخلصوا. علاش شكون اللي قالها لكم؟ حنا في المعمل قالوا لينا بالله هو ما كاينوش مسافر. ايوا دابا حنا خرجنا من يجي عندنا راه ما كيتصنتوا ليه شنو يدير معاه، حنا ما نقدروش، حنا خدامين هذا المعمل كاين فيه غير الارملات والمطلقات، خدامين على ولادهم. صافي منو باش كنعيشوا؟ اللي تسد 100000 فرنك غتقدني في الشهر؟ غنخلص بها الكرا وغنصرف منها وغنخلص بها كل شيء، ما تقدنيش.